بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. رجعنا لكم تاني في الجزء الثاني من حل 50 سؤال اختبار تجريبي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات. طبعا في الجزء الأول وصلنا للسؤال 26، حلنا في الجزء الأول 25 سؤال. هنبدأ في الفيديو الثاني دوت، هنبدأ في السؤال 26. قررت استخدام الحقائب الإلكترونية كجزء من استراتيجية التقييم الخاص بك وتريد أن تشرحها لصفك، فأي مما يلي يعد الوصف الأمثل؟ أنا عاوز دلوقتي أشرح استراتيجية التقييم عن طريق الحقائب الإلكترونية. طبعا هي عبارة عن سجل إلكتروني اللي عملك يمكن تحديثه ومشاركته. أي مما يلي هو الأكثر ملائمة لدعم التقييم التعاوني؟ طالما تقييم تعاوني يا جماعة يبقى لازم أدور على أي حاجة من أدوات التعاون، وعندنا من أدوات التعاون طبعا أدوات شبكات التواصل الاجتماعي. العبارات التالية تمثل سمات يجب مراعاتها عند اختيار أداة المسح الإلكتروني المناسبة ما عدا. طيب احنا عندنا سمات أداة المسح الإلكتروني، ايه هي السمات؟ بنقول ان اول حاجة مراعاة ان تكون تنسيقات الأسئلة الخاصة بالمسح الإلكتروني، تنسيقات الأسئلة المختلفة تكون مدعومة. مراعاة إذا كنت تريد إجراء مسوحات في الوقت الحقيقي، تشوف سكان أنت عاوز تعمل المسح الإلكتروني في الوقت الحقيقي ولا في الوقت الآجل. عدم النظر طبعا إلى المكان الذي تريد إجراء المسح فيه، طبعا يبقى هي ديت يا جماعة اللي ما هياش من سمات يجب مراعاتها عند اختيار أداة المسح الإلكتروني. أما لو قلنا بقى النظر إلى المكان الذي تريد إجراء المسح فيه أو إجراء استطلاع الرأي فيه، تمام، يبقى لو شلنا عدم يبقى صحيحة، إنما لو احنا عاوزين طبعا الخاطئة يبقى عدم النظر إلى المكان الذي تريد إجراء المسح فيه. برضو من السمات طريقة دعم الأداة لإدارة النتائج وعرضها، إن هي تدير عملية النتائج يا جماعة وتبدأ تعرض وتشارك هذه النتائج، يبقى عدم النظر إلى المكان الذي تريد إجراء المسح فيه. سؤال 29، الأدوات التالية مفيدة في إدارة عملية التقييم ما عدا. طبعا احنا بنستخدم أدوات كتيرة جدا في عملية التقييم، منها جداول البيانات، قواعد البيانات، البريد الإلكتروني والمنصات التعليمية، وأدوات تصحيح المقالات الآلية، وأدوات الوقاية من الانتحال، انتحال الأعمال والنشرات الفكرية، تمام. يبقى احنا عندنا الأداة اللي ما هيش موجودة من أدوات إدارة عملية التقييم هي برامج تصميم الصور. تبحث عن موارد جيدة مجانية على الإنترنت للاستعانة بها في دروس قادمة، فأي من المواقع التالية ستستخدمها على الأرجح؟ طبعا عشان أجيب موارد جيدة فأنا بروح أدور على المنصات التعليمية، يعني جايب لي موقع إخباري، موقع تسويق، طبعا الاتنين دول لأ، موقع ألعاب عبر الإنترنت، يبقى خلاص يبقى ما عادش غير موقع موارد تعليمية ما مفتوحة المصدر. أيا من العبارات التالية تعد صحيحة فيما يتعلق بالمعلومات الإلكترونية؟ طبعا لازم نعرف كده يا جماعة إن جميع المعلومات الإلكترونية ليست دائما حقيقية، تمام كده، ممكن يبقى فيها بعض الأخطاء. إن موارد تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الموجودة في محركات البحث دقيقة دائما؟ لا طبعا. إن المعلومات الموجودة في المواقع الإخبارية غير متحيزة؟ لا طبعا. إن المعلومات الإلكترونية قد تكون خاطئة وغير إيه وغير دقيقة، يبقى هو ديت العبارة الصحيحة يا جماعة، إن ممكن المعلومات الإلكترونية تكون خاطئة وغير دقيقة. طبعا إن مواقع وسائل التواصل الاجتماعي تشارك فقط معلومات دقيقة حقيقية، طبعا ده مخالف للواقع. تسليم الإجابة. تقوم بتقييم موقع ويب لاستخدامه كمورد تعليمي محتمل،
فأي مما يلي يجب عليك التحقق منه لضمان موثوقية الموقع. موثوقية الموقع أو المصداقية بتاعة أي حاجة يا جماعة لازم يذكر معلومات الكاتب أو منشئ المحتوى. عثرت على صورة فوتوغرافية على شبكة الإنترنت وتريد تضمينها في دليل للطلاب، فما نوع ترخيص حقوق الطبع والنشر الذي يسمح لك باستخدام الصورة طالما أنك نسبت الصورة لمعدها؟ تمام، أنا جبت الصورة واستخدمتها، تمام، ونسبت الصورة للي قام بإعداد هذه الصورة، يبقى المشاع الإبداعي. وده طبعا تعريف المشاع الإبداعي يا جماعة. أي من الخيارات التالية لا يعد نوعا من أنواع تراخيص البرنامج؟ طبعا احنا عندنا من تراخيص البرامج أو من أنواع البرمجيات، تمام، في اتفاقية ترخيص المستخدم النهائي اللي هو End User Agreement، وفي البرامج التجريبية، تمام، كل دي أنواع من أنواع تراخيص البرنامج، وفي البرمجيات المجانية، وفي البرمجيات التجريبية والإصدار التجريبي، كل دي من التراخيص. أما مصفوفة التقييم، لا طبعا مش من أنواع تراخيص البرنامج. حدد عبارتين صحيحتين من العبارات التالية. طبعا السؤال ممكن يجيلي في الامتحان عن عبارة واحدة، تمام، فأنا هبدأ أشوف. هو بيتكلم طبعا عن السلامة والأمان على الإنترنت، يلزم معرفة الطلاب وأولياء الأمور بطرق استخدام الإنترنت الآمن والمسؤول. ده طبعا شيء صحيح، لا يحتاج الآباء إلى معرفة طرق استخدام الإنترنت الآمن والمسؤول. طبعا لا، ده مخالف، لازم الآباء يعرفوا طرق استخدام الإنترنت الآمن والمسؤول. تحدث المخاطر عبر الإنترنت في الغالب نتيجة سلوك الأشخاص وليس بسبب التكنولوجيا. طبعا أي أخطاء أو أي مخاطر عبر الإنترنت، التكنولوجيا ملهاش دعوة بالموضوع دوت خالص، كل النتيجة اللي بتحصل بتبقى نتيجة سلوك الأشخاص. يبقى عندنا العبارتين الأولى والثالثة. حدد عبارتين صحيحتين من العبارات التالية. بيقول لي قوانين حماية البيانات غير قابلة للتطبيق في بيئة المدرسة. طبعا قانون حماية البيانات يا جماعة بتطبق في أي بيئة، قوانين حماية البيانات بتختلف وفقا للسلطة القضائية. التزام المعلمين بقوانين حماية البيانات، طبعا لازم المعلمين يلتزموا بقوانين حماية البيانات. عدم إلزام المعلمين بمعرفة قوانين، لا طبعا لازم يكونوا على معرفة ودراية بقوانين حماية البيانات. سؤال 37. أي مما يلي هو نهج يستخدم فيه الطلاب أجهزتهم المحمولة في المدرسة لتفعيل سيناريوهات الحوسبة 1-1؟ طبعا احنا عندنا النهج ده بنسميه احضر جهازك الخاص، او بنسميه نهج بي واي او دي. طبعا عندنا قبل كده حلينا سؤال سياق تعليم مفتوح المصدر، دي طبعا الدورات مفتوحة المصدر اللي فيها اعداد غير محددة من المشاركين، عارفين الكتب الالكترونية وعارفين البودكاست او البث الصوتي. يبقى احضر جهازك الخاص ده نهج يستخدم فيه الطلاب اجهزتهم المحمولة، مش المدرسة هي اللي بتوفر الاجهزة، لا بتبقى اجهزتهم المحمولة في المدرسة لتفعيل سيناريوهات الحوسبة، ودي طبعا اللي هي دمج التكنولوجيا في التعليم. سؤال 38. ما هي التوصية التي تقدمها لطلابك باعتبار انها سياسة جيدة لعملية كلمة المرور؟ طبعا لما بنيجي نعمل كلمة مرور يا جماعة بنشوف كلمة مرور يصعب تخمينها، فاحنا بنقول لو قلنا استخدام كلمة المرور ذاتها يبقى غلط، استخدام كلمة مرور بسيطة غلط، تغيير كلمة المرور بانتظام وعدم مشاركتها مع أي شخص أبدا طبعا بغيرها بانتظام. نريد تخزين موارد المراجعة عبر الإنترنت حسب الموضوع كي يتمكن طلابك من الوصول إليها من المنزل، أيا مما يلي أنسب أداة لهذه المهمة؟ طبعا احنا عندنا منصة التعليم عبر الإنترنت، وطبعا معظم الأسئلة العملي بتبقى موجودة على منصة التعليم. توضح لرئيسك لماذا يجب أن تقدم منصة تعليمية عبر الإنترنت في مدرستك؟
تمام؟ أيا مما يلي هو أفضل وصف لمنصة تعليم عبر الإنترنت. بنقول إنها أداة لإدارة الجداول، طبعا لا غلط، إنها أداة لإدارة عملية التعلم. أيا مما يلي هو أفضل جهاز يستخدم لكتابة مقالة شخصية. قلنا طبعا أفضل برنامج للمقالات اللي هو برنامج معالجة النصوص، أما أفضل جهاز هو حاسوب مكتبي. أيا مما يلي يشير إلى نمط حوسبي يسمح للطلاب والمعلمين بالوصول إلى جهاز إلكتروني واحد على الأقل في المدرسة، يبقى السماح للطلبة والمعلمين للوصول إلى الأجهزة الإلكترونية ده بنسميه مشروع التعلم. تمام كده؟ مشروع التعلم اللي هو 1-1، تمام؟ وده طبعا المدرسة هي اللي بتوفر لهم الأجهزة الإلكترونية. أي الخيارات التالية يعد أداة رقمية يمكن استخدامها لتسجيل وتحديث ومشاركة؟ أهم حاجة بقى عندنا لتسجيل وتحديث ومشاركة، يبقى في عندنا مشاركة يا جماعة لعمل الطلاب خلال مدة زمنية محددة. طبعا ملف الإنجاز الإلكتروني ما فيهوش مشاركة. عندنا الاستبيان طبعا، عندنا خريطة المفاهيم، تمام، عندنا طبعا اللي بيسمح بالمشاركة منتدى المناقشة طالما جاب لي يا جماعة، قال لي هنا في السؤال مشاركة. أيا مما يلي هو أفضل طريقة يمكن اتباعها عند اختيار أدوات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المناسبة لاستخدام أو للاستخدام في درس تعليمي قادم؟ ايه هي افضل طريقة ان انا ممكن اتبعها لما اجي اختار ادوات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؟ بختار الادوات اللي بعرفها، اطلب من الطلاب اختيار ادواتهم، ولا بختار الادوات المناسبة لاستراتيجية التدريس الخاصة بك، ولا اطلب من احد الموردين؟ يبقى هو دوت الاجابة الصحيحة. 45 أحد المخاطر المحتملة التي يتعرض لها الطلاب. طبعا احنا عندنا مجموعة من المخاطر اللي بيتعرض لها الطلاب. زي ايه المخاطر ديت؟ زي تلقي رسائل غير مرغوبة، زي التنمر الإلكتروني اللي هو بنسميه التسلط عبر الإنترنت، زي الدخول إلى مواد غير قانونية أو غير مناسبة أو تنزيلها، زي الخداع الإلكتروني أو الاستضراب. كل الحاجات دي يا جماعة بنسميها المخاطر المحتملة اللي بتعرض ليها الطالب أثناء استخدام الإنترنت. طيب احنا عايزين نعرف مين فيهم بقى نشر طالب أو مجموعة من الطلاب تعليقات تضايق طالب آخر أو تهميشه، تمام؟ طبعا لما ينشر طالب أو مجموعة الطلاب تعليقات لمضايقة أحد الطلاب الآخرين أو تهميشه ده بنسميه التنمر الإلكتروني المعروف باسم التسلط عبر الإنترنت. سؤال 46 أي من البرامج التالية وظيفته التحقق من أصالة العمل الذي يقدمه الطالب؟ تمام، وده طبعا موجود كمان في الجامعات. اللي بيقدم رسالة دكتوراه أو ماجستير لازم بيعرضوا الرسالة لبرنامج الكشف عن الانتحالات العلمية. ينبغي على مجموعة من الطلاب أداء أحد الاختبارات الخاصة بهم عبر الإنترنت باستخدام أجهزتهم اللوحية، تمام، أجهزة لوحية بقى محتاجين اتصال لاسلكي. ما هي أهم المتطلبات العملية التي يجب أخذها بعين الاعتبار للقيام بذلك؟ أن يكون لدى الطلاب صلاحية الوصول إلى حساب تخزين البيانات على الإنترنت؟ لا طبعا. أن يكون الطلاب متصلين بشبكة لاسلكية، ودي من المتطلبات العملية. السؤال 48 أيا مما يلي يعد من أهم الاختيارات العملية التي ينبغي مراعاتها عند استخدام تقنية المحاكاة عبر الإنترنت لدعم استراتيجية التعلم الذاتي؟ التعلم الذاتي يعني الطالب بيخش يبحث يا جماعة على منصات التعليم وعلى مواقع التواصل الاجتماعي وعلى الأدوات اللي متوفرة له على الإنترنت. توفير أجهزة كافية للطلاب لإكمال المحاكاة بشكل فردي، ولا توفير لوحة شرح تفاعلية، ولا توفير منصة تعليم على الإنترنت للطلاب، ولا توفير ماسح ضوئي ومتابعة الطلاب؟ طبعا توفير منصة تعلم على الإنترنت للطلاب.
ما هو المصطلح الذي يستخدم للإشارة إلى التطبيقات التي تعتمد على الإنترنت؟ عندنا مجموعة من التطبيقات يا جماعة، تطبيقات إنتاجية طبعا بتعتمد على الإنترنت، والتطبيقات دي بتكون موجودة على أحد السحابات اللي موجودة على الإنترنت، زي سحابة جوجل، زي ياهو، زي الهوت ميل، تمام. كل التطبيقات دي بنسميها التطبيقات السحابية. السؤال رقم 50 والأخير في الجزء الثاني، أي مما يلي هو الأكثر اتفاقا مع استراتيجية التدريس التي تركز على المتعلم؟ الحكاية عبر الإنترنت تدعم التدريب الذاتي، ولا عملية تقييم ختامي على الإنترنت، ولا عرض تقديمي لكل الطلاب باستخدام لوحة شرح تفاعلية، ولا تطبيق للتدريب وتمرين كل طلاب الصف؟ يبقى عندنا الاختيار يا جماعة محاكاة عبر الإنترنت تدعم التدريب الذاتي. كده يبقى خلصنا 50 سؤال. إنهاء هنقول تسليم الإجابة. هيجي لي طبعا الأسئلة بتاعتي كلها، لو في حاجة incorrect ممكن أرجع تاني يا جماعة وأبدأ أعيدها. طبعا 50 سؤال هنا، قال لي 50 من 50، طبعا 100%. عندي هنا يا جماعة ال50 سؤال، ممكن إن أنا أرجع على أي سؤال فيهم، زي السؤال مثلا 46 وأبدأ أعيد تاني على السؤال، تمام، وبعدين أسلم الإجابة وأنهي الاختبار، وأي سؤال أنا غلطت فيه ممكن أراجعه تاني. طبعا بشكركم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.